إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. اللهم أمين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأله سبحانه بمنه ولطفه ورحمته أن كما جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته وذكره، أن يجمعنا مع سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كنا قد تكلمنا في الجمعة الماضية والتي قبلها عن أحكام فصل الشتاء. تكلمنا عن الفقهيات، عن الحلال والحرام والسنة والبدعة، وتكلمنا عن سنن مهجورة. هجرها الناس، هجرها المسلمون خصوصا في هذه المواسم. ونتكلم بتوفيق الله عز وجل وتسديده في هذه الجمعة الطيبة المباركة عن موضوع يتعلق بفصل الشتاء كذلك، لكنه يتعلق بأمر آخر غير الحلال والحرام، غير الفقهيات. نتكلم في موضوع نحن بأمس الحاجة إلى العمل به، لا العلم به فقط بل العمل به كذلك. أتكلم في هذه الجمعة عن حملة الكسوة في فصل الشتاء. أتكلم عن حملة للكسوة لتوزيع الملابس والأغطية والطعام والشراب على إخواننا المسلمين المستضعفين أو الفقراء والمساكين أينما وجدوا. أتكلم عن الخير في فصل الشتاء، أتكلم عن البر، أتكلم عن القربات إلى رب الأرض والسماوات في هذا الموسم العظيم، ألا وهو ربيع المؤمنين فصل الشتاء. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما روى ذلك الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن سليم بن عامر رحمه الله تعالى، قال: كان عمر بن الخطاب خليفة المسلمين إذا حضر الشتاء تعاهدهم. تبع عمر الصحابي الجليل خليفة المسلمين، خليفة خليفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، خميدي تدفر مشتا تغيت وسط الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا
النجن ذي الشام، ذي سوريا أو لبنان، في الأردن أو غزة أو غيرها من بلاد الشام المبارك. خمديتات فصل الشتاء يتعاهدهم ويكتب لهم بالوصية ويقول لهم فيها: إن الشتاء قد حضر وهو عدو. رمشتاء لجمع عدو والعياذ بالله لمن لم يستعد له، يقول وهو عدو فتأهبوا له أهبته. سوجزم رمشتاء قتل عدة نوم رمشتاء فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب سوار إحمان، واتخذوا الصوف شعارا ودفارا، فإن البرد عدو سريع دخوله. صمد لمشتا بغياب فرق بنادم بغيتف تف بسرعة من غير استئذان، عدو سريع دخوله بعيد خروجه. كيفاش التنفيذ؟ زيد صمد. ما هي الصعوبة والمشقة التي يلقاها أحدنا حتى يعافيه الله عز وجل منها؟ فالدفء الذي تشعر به أخي في الله وأختي في الله في فصل الشتاء البارد، جزيه الداء، حماء، صفاء، يارو، ملطة، إلى غير ذلك من نعم الله عز وجل عليك، قد حرمها الكثير من إخوانك المسلمين. صحيح تابع الأخبار لإخوانك ممن يقطر عليهم السقف بماء المطر، فهني تصل تحمي بدفء المدافئ ودفء الأغاط والجسم، وإخوانك لا يجدون ما يلتحفون به إلا السماء، وما يجعلون ما يفترشونه إلا الأرض، وأنت في نعمة عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه. نعمة اللي يغفل عليها كثير من الناس ذكرت رب العالمين جل جلاله في القرآن، يقول الله عز وجل: والأنعام خلقها. هاي خلقها الله رزقا لنا، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ويقول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فهذا منه فضل نعمة من الله، خلقها الله عز وجل حتى تدفع عنك أخي في الله أذى البرد وأذى الشتاء. هذه نعمة الله التي أنعم الله عز وجل بها عليك، والتي لم يجدها كثير من إخوانك. فما المطلوب منك؟ من زكي الطالب سبحانه وتعالى منك، ما المطلوب منك الآن بعد أن غطيت نفسك وغطيت أهلك وغطيت أبنائك ونمت قرير العين وأنت ترى أطفالك إحجام الحمد لله تصنهنان وهم في دفء عالم؟ ما المطلوب منك في هذه الحالة؟ أن تستغل هذا الموسم العظيم، موسم الشتاء والبرد، لتزداد قربا إلى الله عز وجل، لتشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة البرد، لتتذكر إخوانك المسلمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث أحبه، حديث عسخة الطاس، وأريد منكم أن تحفظوه وتعوه وتسمعوه بقلوبكم قبل آذان رؤوسكم. يقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه:
أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس. خيت عزم ربي سبحانه وتعالى الطاس إني تحب رب العالمين جل جلاله، وهذه أمنية كل واحد منا. من منا لا يريد أن يحبه الله؟ بالله عليكم، من يريد أن يذكره الله في الملأ الأعلى؟ ليس منا أحد إلا وهو يحب ذلك. يقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس، إني نفعا يذل بتحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم. اللحظة نخمي غد سيدارو نخد مالطا نخد مشا أو مسلم أسكتج المفاجأة أخس صفر السرور بالفرح السعادة خور النس ما تسلم من تسكوى عند الله. هل تدرون ما تفعل في الملأ الأعلى عند الله؟ أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على المسلم أو يكشف عنه كربة. تود كيج المصيبة كيج الكربة كيج المشقة عاونت ذكريس حتى كشف الله عنه هذه الكربة، أو يقضي عنه دينا وخاس مروس زما أثيان فعلت خاس، أو تطرد عنه جوعا ويوفق بالمن غيش تويد الزرقوز من مغرم. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة مرتب ذا قماش في أي مصلحة من مصالح ذا كيس أم استقريب، يقول فيها الحبيب المصطفى: أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. الله أكبر، تبدا ذاك خمسة دقائق أخني تعتكف وفيغ من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهر كمل وأنت في عبادة. اسمعوا للحديث الآخر وانظروا شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. الهمكيكس رغم أن عليه مسؤولية دولة ومسؤولية دعوة ومسؤولية دين ومسؤولية على زوجته وأولاده، ومع ذلك يكسرهم من الدين، يكسرهم من يسبب من الدين من الفقراء والمساكين الذين بمجرد أن يرى لباسهم رفه. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مريز الغالي شني الجني فقار مسيدا دخل المسجد أعرض الناس القطع ما فيه ما يتشاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه. اسمعوا اسمعوا واعوا هذا المشهد العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار إن اشتغناري حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهمزيدة سواس، ثم دخل علينا قوم حفاة سرح والله ما فيه من غيار حفاة سرح عراس يعني يا رضخ ويا عراس ألبستهم مقطعة مجتاز النمار أو العباد متقلد السيوف. يعني تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى يبايعوه على الجهاد والقتال عامتهم من مضر إنش الأغلبية بل كلهم سجن قبيج قناص مضر. يقول: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شغب ابن النبي بدر أمينيس. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل لما رأى بهم من الفاقة أميقيز غالفق بالمسكنة أعرض القاس إلى غير ذلك إنش نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يدقونه. يقول: فدخل وخرج، فدخل إلى بيته ثم يفوت خرج، ثم دعا بلالا إلى غد بلال فأذن للدم فأقام الصلاة زجا ثم قعد المنبر ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم إن تصدق رجل من ديناره يعني تصدق السميات المشرف العالمين تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة ولو إيش متحبوش متين إزاي تصدقت في سبيل الله وانت يقصد القوم نخز يوثم فجاء رجل من الأنصار مباشرة غيسر هذه الخطبة يروح يتز غدد ثم يزور دغاه مزيدا فجاء رجل من الأنصار بسرة يوز تيجن خش شتك خش كادت كفه تعجز عنها تغى عليه وإزماتك تذقل بل قد عجزت عنها ثم يسيس في تدغاه مزيدا فإذا هي مملوءة لباسا وطعاما لهؤلاء القوم أمي تزرين الأنصار المهاجرين زرين من الجوانيتا من جنه ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين تعود جرير قاشا يزرين صحابي ونيتا يزاد ودار ذا النفقة ذا الصدقة إن شرح ما رأوز من غاس أزوج في سبيل الله ثم رأيت كومين من طعام وثياب إن شمزداء عمر ولله الحمد صوار مطمش إن صرخ للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى رأيت وجهه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يتهلل صرف راح كأنه مذهب يتسق صراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء من منا يبادر إذن من منا يكون القدوة في قومه ومجتمعه وغيزا بروح المبادرة أذي تطوع مده ثم يتصدق ثم يتفقد الأرامل واليتامى ثم يدعو إخوانه إلى ذلك ثم كل ما جش الواحد تصدق بصدقة أو أنفق كسوة أو أعطى طعاما إلا كان في ميزان حسناته من يفعل منا ذلك تريد أن أحفزك أكثر فزل الشجع اكثر اكثر اسمع لأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فيما رواه عنه بإسناده ابن أبي الدنيا رحمه الله يقول رضي الله تعالى عنه يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط فمن كسى لله كساه الله فمن كسى لله في الدنيا كساه الله يوم القيامة ومن أطعم لله في الدنيا أطعمه الله يوم القيامة ومن سقى لله في الدنيا سقاه الله يوم القيامة ومن عفا لله في الدنيا عفا الله عنه يوم القيامة اخضر أخي الكريم أقول اخذت يا بض يوم القيامة انتو اختيار تزد شي سياب رب العالمين سبحانه وتعالى كسوة لا تقوم لها السماوات والأرض من تسيادة شكل الدنيا من تفقدت شكل الدنيا ماذا فعلت؟
ماذا قدمت لهذا الموقف الرهيب العتيد؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للخير، وأن يوفقنا للوقوف مع إخواننا المسلمين وتفقدهم، وأن يجعلنا من السباقين إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كان خيثمة رحمه الله تعالى يجعل صرارا ولجًا الزاهد لجًا العالم من علماء السلف رحمهم الله تعالى تغاصيهم شاوين وارو يتجهنت بهمزيدة، كانت له صرارة فيجلس في المسجد، فإذا رأى رجلا من أصحابه في ثياب غفة إن شمريز راحت قمسرمن يا شنواغ، خاص على سبيل المثال درباري، كان يعترض فيعطيه صرة كاملة من الملابس يتشاس إجن تخنش تكمل عما شو أصوار، وقد جعلها خيث مسح زينيت بن حسابي يوم القيامة خنسيو، وقد جعلها خيثمة سنة في أبنائه وأحفاده. يسكتو السطار ونسخني غنفخ وزع السيارة في مسرمين أي والنس كذلك حتى يكون كلهم في موازين حسناته يوم القيامة، وحتى لا يكون كلامنا نظريا بشوى أنت لزكود أن يستور فقط. قامت بعض جمعيات جزاهم الله خيرا، وأسأل الله العظيم أن يخلص نيات أصحابها، اللهم آمين. قاموا بحملة لتوزيع الكسوة على إخواننا جميعا المستضعفين المحتاجين في هذا الإقليم على الأقل. جمعية المنصار وجمعية الناظور وجمعية الحسيمة ارتأوا أن يجمعوا لباساً وطعاماً ومالاً في هذا الفصل القارس الشديد الكثير أمطاره. أسأل الله العظيم أن يجعله علينا صيباً طيباً نافعاً، اللهم آمين. وزنا الجمع ناظر، وأنا أقول ونخت شنواره أتي جمع مزيدة ونيجي تورى باللي مالي ويشرف صاروه ويفيني غيقتي جاو المسجد، لأنه ذني ووفين ولا أقل القليل ذني اللي مازال عادي كوارس تشنكلا كونصار وني غاس شنوار ليش أتي جاو كذلك غاد مزيدة وني غاد جشن منطس شط شط تي جاو كذلك غاد مزيدة وني وغاد جيش أنا شغال سيتحصر ربي سبحانه وتعالى شام بارك التمنيات آتي دياوي نصر نشين ضمرت بالأفرشة بالملابس للمساكن بالفقار وني جا غاد جيش الطعام آغي إلى غير ذلك آتي دياوي غا المسجد لأن يسبب النس موجود وبكثرة ترحبين بكش مرن قاعد غارة قال لي توا غفار خان يدور عن يدور عن تسلى من حدث ولا حرج من أناس يتمنى أديش أديش خبطة موجود هؤلاء الناس وجه تويري بطاطا إلا مرة في الشهر شو السوق بخو يسوم أي سوم شي حاجة اللي هي قدرها عالي جدا ومرتبتها عظيمة عنده مشى أقل القليل وثيوف هؤلاء يحتاجون إلى من يصل إليهم من يمد لهم يد المساعدة من يشعرهم أن إخوانهم معهم أن إخوانهم معهم أن ينسوا من وجود يعني يزن نزل على الوجود ولله الحمد. وأقول لهؤلاء جميعا وش كذلك أغلى ما تملك وش كذلك حشتك في عز أعرضك في عز احتمل إغراء
نجد في سبيل الله هؤلاء؟ نعم، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فك عز وجل في سبيل الله، والله لن يضيع عند الله، والله سيكسوك الله خيرا منه يوم القيامة. وإن كنت قد نسيت، إن كشكتت يوم القيامة ستوذ خانتك ستوذار ندوشير، الله سبحانه وتعالى ما كان نسيا، سيذكرك ويعطيك ويكرمك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من ومن زمة، والله لو استطعنا أن نصل إلى إخواننا في الأطلس، ولعل الله عز وجل ييسر ذلك في الأيام القادمة، والله لفعلنا ولفعل إخوانكم ذلك، والله لو استطعنا أن نصل إلى سوريا لفعلنا، والله لو سفكت دماؤنا، والله لو استطعنا أن نصل إلى غزة لفعلنا، والله لو أريقت دماؤنا. وأنا أشكر وزارة الأوقاف، أشكرها شكرا جزيلا أن عممت خطابا على الخطباء باش تسيرج الجمعيات من توقيعهم في غزة، ولكن للأسف ليست وزارة الأوقاف في بلدنا هذا، بل وزارة الأوقاف في مصر. وأنا أشكر رئيس الحكومة أنه يغامر بنفسه ودخل غزة وهو الآن في غزة، ولكنه ليس رئيس حكومتنا في المغرب بل هو رئيس حكومة مصر. أشكرهم جزيلا، ما يهمنيش مغربي مصري، هذه الحدود لا يعترف بها، كلنا أمة واحدة، وهؤلاء يشكرون على ما فعلوا. فماذا قدمنا نحن؟ من قدم الشيء؟ والله يرضى علي اللي يبخر حتى بالدعاء، أبيض الشاشة فارس خطبار ساكين صافي انتهى الأمر، اشقاش والله حتى بالدعاء، والله حتى الدمعة يبخل بها على إخوانه المسلمين. أين التعميم؟ أتعمم الوزارة على الخطباء والأئمة بدعاء القنوت، ما هو من يدفع دعاء القنوت؟ من يدفع لي 27 فقط في رمضان؟ لا والله، دعاء القنوت يدقى الأمور في هذه النوازل، المصاري توقعت على إخواننا المسلمين، أدعى على الأقل، على الأقل أضعف الإيمان أن ندعو في صلواتنا مع إخواننا في غزة وسوريا وبورما، أقل شيء يقدم لهم. حتى باش نصيو الدواب والغوض كذا يصعب علينا كثيرا، خص نحرك، ساسة حرك، نغجى أي سلطة أي كان يدي السيور اللي حارك، كلامه محسوب ومسؤول يوم القيامة. أين نحن من هؤلاء؟ إذن على الأقل استنخ الآن غادي النظر وما حوالي النظر، الآن مرنس أبغينا فهو خير كبير، أسأل الله يخلص نياتنا. قل آمن أحبتي في الله. ولذلك نغجى شوى الروضة في بيأوي غنقد زار الله خيرا، قال إخوان مذان جمع الأرض جمع المنطات زار الله، سأل الله يجعلها في ميزان حسناتي، موجشة تمنيت كذلك خدع الزخليفة إن شاء الله تعالى. ذا إخوان تكلفهم يوميا كنت عدة مساجد الجمعة نار، وما زال عدد يوقع أول على القمة، يجن الإعلان ليهم زيدة وثيهم قام داني توذر الإعلان على شبكات الإنترنت باش إن شاء الله تعالى نشترك كلنا في هذا الأجر. أسأل الله لا يحرمنا ثوابه، اللهم لا تحرمنا ثوابه، اللهم لا تحرمنا ثوابه، اللهم اكسنا به يوم يبعث الناس عرايا، اللهم اكسنا به يوم يبعث الناس عرايا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العرش العظيم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في العراق، اللهم كن لإخواننا في الشيشان، اللهم كن لإخواننا في بورما، اللهم كن لإخواننا في ميانمار، اللهم كن مع إخواننا في كل مكان يا جبار يا قهار. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم من توفى منهم اللهم اجعل قبورهم نورا،
اللهم افرش لهم من فروش الجنة. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العرش العظيم، اجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ملكنا لما فيه خير هذه البلاد وصلاح العباد. اللهم وفق له البطانة الصالحة الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.